قال يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثي اليمنية إن عملياتهم في البحر المتوسط تدخل المرحلة الرابعة من التصعيد، موضحا أنه في حال إقدام جيش الاحتلال على عملية عسكرية برية في مدينة رفح فسوف تفرض قوات الحوثي عقوبات على الشركات الملاحية كافة والتي تتعامل مع إسرائيل. فإن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى تعلن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد في حال اتجه العدو الإسرائيلي إلى شن عملية عسكرية عدوانية على رفح، فإن القوات المسلحة اليمنية ستقوم بفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة.